الأخ الله يهديك، البارح كان عندك 20 واليوم راك 65 سنة، شفت الزمن واش دار فيك؟ يعملان فيك الليل والنهار، يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما، اخدم أنت فيهم، هما يخدموا فيك، راك كبرت، اخدم فيهم أنت حتى تلقى الله. الذكر، الذكر، الاستغفار. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، الفرار يوم الزحف هذا من الكبائر، فإن كان فر من الزحف فإن الله يغفر ذنوبه عز وجل. شتو بعد الصلاة ما عندناش الوقت نذكر الله، هذه راهي مصيبة، ما عندناش دقيقتين بعد الصلاة، 3 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33، 33، 33، واش عنده 33 لله؟ دوك واش عندي أنا فيها؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من أكل طعاما وشرب شرابا فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كله فضل الله علينا. كم نذكر الله، كم من ساعة نجلس فيها مع الله، ما هو وردنا في القرآن، ما هو وردنا في القيام، ما هو وردنا في الذكر والاستغفار، كم؟ إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. لا إله إلا الله.